تولى إدارة الأقصى مدة 20 عاماً ليكون شاهداً على أهم الأحداث التاريخية فيه، بدءاً من مجزرة الأقصى مروراً بانتفاضة النفق وصولاً إلى أحداث الانتفاضة الثانية. هو عضو مؤسس لهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس، ويشغل منذ عام 2006 منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية. محطات في حياة الشيخ محمد حسين في التقرير التالي. أنا ولدت في جبل المكبر، يعني في السواحل الغربية، وجبل المكبر والسواحل الغربية هي جزء من مدينة القدس، وهذا الجبل سمي جبل المكبر كما تعلمون نسبة إلى تكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الكرام حينما جاءوا لفتح بيت المقدس عام 15 للهجرة 636 للميلاد. ولذلك أنا أعتز بأنني ولدت في القدس ونشأت في القدس وتعلمت في القدس وعملت في القدس، ولا زلت لغاية اليوم أعيش في بيتي في جبل مكبر. درست المرحلة الابتدائية في المدارس المحلية في جبل مكبر، ثم أكملت التعليم الثانوي في نفس المدينة المقدسة في مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية، وكان ذلك عام 1969، حيث أنه في عام 1967 العام الدراسي 67-68 بسبب الحرب كان معظم طلاب هذه المدرسة من منطقة يعني الضفة الشرقية، فلم يكن صف في تلك في ذاك العام، ولذلك تأخرت سنة، فكان إكمال الدراسة الثانوية. ثم انتقلت إلى الجامعة الأردنية، وكان هناك كلية الشريعة التي كانت منفصلة عن كليات الجامعة، يعني لم تكن من ضمن كليات الجامعة الأردنية. وبعد التخرج عملت طبعا في القدس مدرسا في دار الأيتام الإسلامية القسم الخارجي في مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية. انتقلت إلى مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية، وهي المدرسة التي تخرجت منها في عام 69، وبقيت في هذه المدرسة أدرس طبعا مواد الشريعة كالفقه والسيرة النبوية وغيرها من المواد الشرعية، وذلك لمدة 4 سنوات. ثم كنت مديرا لهذه المدرسة ثانوية الأقصى الشرعية اللي هي موجودة الآن في أروقة الحرم الشريف. في عام 1981 نقلت من إدارة المدرسة الأقصى الشرعية إلى يعني مجال آخر في الأوقاف الإسلامية، وهو مراقبة التوجيه الإسلامي أو مراقب التوجيه الإسلامي، وهذا الأمر دام ل5 سنوات حتى عام 1986، حيث نقلت من وظيفة التوجيه الإسلامي إلى مدير للمسجد الأقصى المبارك. وطبعا منذ ذلك الوقت ولغاية 2006 ميلاد، يعني 20 سنة كاملة في إدارة المسجد الأقصى المبارك، بما تعني هذه الإدارة وما يقع على هذه الإدارة من مسؤوليات، وبخاصة أن كل الأحداث حقيقة الهامة والمهمة والمتعلقة دعيني أقول بمصير الوجود الإسلامي والمقدسي في القدس والمسجد الأقصى كان تقريبا يعني من ضمن هذه الفترة. من الأحداث المؤلمة جدا والدامية في المسجد الأقصى ما حصل في مجزرة المسجد الأقصى في عام 1990، 18/1990، هذه الذكرى التي ترتبط كما يزعم الإسرائيليين والجماعات المتطرفة بأنها ذكرى خراب الهيكل المزعوم، ولذلك جاءوا وقتها بنية وضع حجر أساس في المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم الثالث. طبعا تصدى أبناء القدس وتصدى المصلون وتصدى كل أبناء فلسطين الذين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى لهذه الجريمة البشعة من قبل الإسرائيليين، ولذلك كان عندنا 20 شهيد وقعوا في رحاب المسجد الأقصى المبارك وارتفعت أرواحهم إلى المعالي والعلى، عدا عن أكثر من 150 أو 160 جريح في ذاك اليوم. واستبيح حقيقة المسجد الأقصى
حيث وصل الاحتلال إلى إغلاق المصليات بالجنازير الحديدية والأبواب على المصلين الذين كانت تقذف عليهم قنابل الغاز وغيرها في داخل الأبنية، خاصة في المصلى القبلي وهو رئيس في المسجد الأقصى، فيه المنبر وفيه المحراب وفيه يقف خطيب الجمعة. فكان يوم مؤلم جدا، يعني كانت حقيقة واقعة لا يمكن أن تغيب عن ذهن أي إنسان عاصرها أو شاهدها. هذا يوم لا أعتقد من شاهده أو من عايشه، وأنا ممن عايشته وكنت أتحرك يعني في ساحات ورحاب المسجد الأقصى المبارك، وقدر لنا أن نعيش. يعني ما هو كان يوم خطير جدا وكان فيه إصابات كثيرة. يعني مسؤولية الإفتاء مسؤولية صعبة وثقيلة، خاصة مسؤوليتها الدينية بالتأكيد. يعني القضية ليست قضية المناصب، القضية قضية المسؤولية الدينية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق. ثم عندنا طبعا مفتين في المحافظات الفلسطينية، وعندنا مجلس إفتاء أيضا تعرض عليه القضايا المستجدة، القضايا التي تحتاج إلى بحث علمي عميق في الشريعة الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أولا وآخرا.